السلام عليكم ورحمة الله. شكرا شكرا أيها إخوات إخوان وأخوات، هذا نهار كبير اللي غيتم فيه الحمد لله التأسيس ديال الهيئة التجمعية ديال المهنيين ديال قطاع الأجرة ديال السيارات، اللي كنكون المهنيين فيهم السائقين وفيهم جميع ما الناس اللي كتشتغل في هذا الميدان. وحنا جد فرحين هنا اليوم باش نتواجدوا معكم في هذا الاجتماع التأسيسي اللي كاين فيه اكثر من 1200 1300 اللي جيتوا من مشارك، اللي جيتوا من جميع انحاء المملكه وانحاء المغرب، اللي جيتوا بعيد، وكاين اللي ما وصلش وقع عليه الافات في الطريق، كنتمنوا ليه الشفاء ان شاء الله. نقول لكم هاد اطمئنوا، راه في يد امنه، الناس ديال الطب مقابلينو والحزب عارف بانه حتى السياره ديالو اللي كيشتغل بها واللي هي الاداه ديالها كلاتها، ولكن ان شاء الله المحسنين ديال الناس اللي قاد الحزب وداك الشيء غادي يتكلفوا بهم باش يكون في احسن اداء. بغيتكم مرتاحين من جهتكم، ولكن نوصيكم بلي تكونوا راجعين سيروا بشويه في الطريق وردوا بالكم. الله يجازيكم بخير. إنزكان هي الملتقى ديال السائقين المهنيين، وهذا الشيء منذ زمان. السائق المهني عنده المكانة ديالو في الأحرار، لأنه كيتواصل يوميا مع جميع الفئات ديال المواطنين. انتم كتحركوا العجلة ديال الاقتصاد الوطني، كتساعدوا اللي محتاج، كتساهموا في نشر الوعي والمحاربة ديال العدمية والأفكار الهجامة. كما راكم سايقين في التاكسي وفي الدميك، ولكن كتكلموا مع الناس وكتستشروا معكم وكتوعيوا الناس. احنا عارفين بأنه في الظروف الصعبة اللي كيكون دايز فيها المغرب، وإلا كتقوموا بأدوار اللي هي جد مهمة، لأنكم رجال ونساء وطنيين كتبغوا بلادكم وبغيتوا فيها السلامة وبغيتوا فيها لابي وبغيتوا تزيد الأمان، وبغيتوا إلا زدت بلادكم الأمان حتى أنتم بغيتوا تزيدوا براسكم الأمان إن شاء الله. حنا كنعرفوا بأنكم كذلك أنتم راكم رب الأسرة وعندكم مسؤولية تبعكم، مصاريف ديال القرية ديال ولادكم، مصاريف ديال التطبيب، الكرام مرضو كل نهار ونهارو المشاكل ديالو التحديات دياله، فين هي البلاصة، فين هي النوبة، البوانتاج، الطونوبيلة، الطونوبيلة الطونوبيلة اون بان، روسيت كاينة ولا ما كايناش، المخالفة ديال السير، ياك. ولكن النهار اللي ما كتخدموش وما تكونش شي بركة، ما كاينش اللي كيسول فيكم، كتبقاو بوحدكم، ياك. سيدنا راه شوف، السائق المهني خصو يضمن المستقبل ديالو، خصو يكون عنده تعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية، خصو يستحق كذلك أن تكون عنده التقاعد، وخصنا نشتغلوا معكم ونترافعوا على القضايا اللي كتهمكم. انا النهار اللي خديت القطاع ديال السير البحري خصوصا يعني في الدوزيام موندا اللي لان هذا هو الثالث دابا كمسؤول على القطاع ديال السير البحري ديال وزاره السياحه، خديت على عهدي انه اخوان ديال السياده ديال الباركوات الصغار ديال الفليك صغار ما كانت عندهم لا سي ان اس اس ولا اسيونس مالادي ولا ردعت، خديت على عاتقي انه خصهم كلهم يكونوا عندهم. ويمكن لي نقول لكم كاين 16000 قارب، كل قارب فيه 4 حتى 5 ديال الناس، اذا تقريبا اكثر من 60 ولا 70 الف مران اللي ما كانش عنده التغطيه. اليوم ما يخرجش الباطو يصيد الى هذاك المران
ما عندوش التغطية الصحية ديالو، ما عندوش لا سي ان اس اس وما عندوش لا سي ان اس اس. وسولوه بالمغرب كله، ونهار اللي تعطلت علينا الداخلة والناس ديال الداخلة هما موجودين، كانوا لا ما نخلصوش ما نديروش ما نفعلوش، أبقينا واقفين لأنه المهم عندنا ماشي هو من الباخرة ديال سيرتمو، المهم عندنا هو داك السياد اللي كاين فيها. فأنا حنا ما جيناش باش نعطيو الوعود، قلتوا لنا بأنه عطيتونا وعود، حنا جينا باش نتكلموا معكم باش نعاونكم أولا باش العرض ديالكم نفهموه ويفهموه المغاربة ونتفقوا. كاين واحد العدد ديال الامكانيات، راه يمكن لكم غدا ما عجبكم بحال شي حاجه كتخرجوا تجيو اوبيراسيون ديال اسكابو الباب بوش وتعطلوا لا سيركيلاسيون ديرو تكلاكسوني. لا هذا نوع من يعني من التصوف، ولكن حنا التصوف اللي بغينا هو يكون بروفيسيونيل، يكون مهني، هو نجلسوا معكم نفهموا اشنو هي المواقف ديالكم، اشنو هي الاولويات. انا ما يمكنش نحلوا كل شيء فرقة وحدة، واقع حنا في هذا القطاع راه ما عندناش عليه اليوم واحد، يعني حنا في الحكومة يعني وكاين لا سوليداريتي داخل الحكومة، ولكن راه 2020 راه باقا جاي، واخا القطاع حنا ما عندناش اليوم، غادي نتعاملوا يعني مع الوزراء اللي هما معنيين، وغادي نحاولوا باش ندافعوا ونترافعوا على الإشكاليات اللي عندهم اللي هما كتهم الصحة، كتهم لا سي ان اس اس، كتهم يعني سميتو التقاعد، كتهم المشاكل ديالكم اليوميه. ولكن كذلك حنا هنا باش ان شاء الله نعمل معكم الناس ديال المهندسين وجلسوا، لانه راه اوبر راه جا قريب عاود، ولكن غيبقاو دائما يخدموا، وانتم كل واحد بوحدو كيخدم، راه ما يمكنش خصكم تكونوا شبكه وخصكم تشتغلوا. وحنا الهدف ديالنا هو تنظموا، هو نعطيكم واحد البلاتفورم ديال سيستيم دانفورماسيون اللي يمكن تلاقاو فيها، اللي يمكن قبيله السيد المنسق الاقليمي راه تكلم لكم على بعض الافكار، كاين افكار كثيره اللي يمكننا نعاونكم ونعاونكم هذوك المهندسين اللي تشفت معاهم امبارح. انا ان شاء الله غادي تعملوا اليوم الاجتماع ديالكم، غادي تاخذوا الرئيس، غادي تجيو المكتب ديالكم وغادي تجيو عندي باش ما يعني نكتوش هذا، لان دابا اليوم الى غنتكلموا مع القاعه كلها ما نخرجوا بحتى حاجه، ولكن وغادي تجيو عندي وغادي نعطيوكم الامكانيات باش نديروا واحد الدراسه ونتفقوا مع المكتب ديالكم بكل شفافيه وبكل صدق على اشنو هما الاولويات وكل حاجه يمكن امتاش ندخلوها امتاش نزيدوا بها باش نفهموا. اللي كيهم انكم يعني حلقه جد مهمه السلسله الاقتصاديه والاجتماعيه ديالنا، بانكم انتم لستم جزء من المشكل، انتم جزء من الحل الاجتماعي ديال البلاد، وكتلعبوا دور اللي هو دور جد ايجابي، وحنا الدور ديالنا الواجب ديالنا كحزب، انا شخصيا كمسؤول انني نعاونكم، انني ناخذ بيديكم، انني نوريكم هادو هما الوعود اللي غادي نعطيكم، بانني غادي نوعدكم بانه غادي نشتغل معكم بجديه باش نوصلوا ان شاء الله هاد لي بروجي ديالكم في المستوى اللي خصهم يكونوا باش تحسن الحاله ديالكم. وهذا الشيء هادشي اللي كتقولوه ما بعيدش وراه ما صعيبش على البلاد، المستوى ديال الكليه اللي وصلت ليها البلاد ديالها ديالنا اليوم راه يمكن تاخذ هاد الشيء يعني وتعاونكم، لانكم انتم واحد الجهه اللي هي جد جد مهمه. حنا امبارح كنت في طنجة مع أكثر من 1000 مهندس، وكان نقاش زوين وحاد. اليوم ما كانش يمكن لي يكون في طنجة وما نكونش معكم هنا اليوم، لأن كنا ماشي فقط لأن أنتم في أكادير وأنا وإن زكان، ولكن لأنه الرجال والنساء اللي الأهمية ديالكم والمشاكل ديالكم وما تقدمونها ما تقدمونه يعني للمجتمع المغربي. دونك كان خصني نكون حاضر اليوم، كان خصني نسمع الاخوه اللي تكلموا ونشوف يعني المشاكل اللي هي مطروحه. انا عارف بانه كل واحد باغي ياخذ كلمه وكل واحد باغي يعني يجبد المشاكل اللي عنده، ولكن راه
التنظيم كلمة واحدة إلا بغيتوا ليفيكاسيتي، إلا بغيتوا تشتغلوا وبغيتوا هذا هو تطلعوا مكتب في المستوى اللي غادي نجي نشتغلوا معاه ونديروا الدوسيات ديالنا ونجدوه، ونهار اللي إن شاء الله نجدوا الأجوبة والأمكنة ديك الساعة نعاودوا نجيو ندرسوا ونقول لكم على الأجوبة وتهزوا يديكم وتقولوا لا أنا ما متفقينش وزيدوا لنا هذه، باش يكون عندنا واحد البلاتفورم واحد الأرضية ديال النقاش إن شاء الله في المستقبل. هذا الحمد لله الثقة في بلادنا، الثقة اللي كاينة في جلالة الملك الله ينصره، الثقة في المؤسسات، الثقة كذلك في المستقبل. مسار الثقة جاب واحد العدد ديال الإجابات على واحد العدد ديال الإشكالات، إشكاليات اللي كطرح للفئات بحال القطاع ديال المهني ديال سيارة الأشهر اللي هي الصحة والتعليم وكذلك التشغيل. اختاريتو تكونوا جمعية موازية، أحرار حزب عنده واحد التاريخ كبير ديال 40 سنة، ولكن كذلك عنده مستقبل كبير إن شاء الله، وبالوجود ديالكم إن شاء الله، وعندنا كفاءات وعندنا نخب ساهمت اللي في التطور ديال المغرب من جميع المواقع حكومة في المعارضة، عندنا مواقف في الماضي ديالنا اللي غيرات مسار الأحداث. حنا واحد الحزب اللي معولين عليه المغاربة باش يصالح المواطنين مع السياسة ويرجع العمل السياسي المعنى يرجع ليه المعنى الحقيقي دياله، والوجود ديالكم انتم اليوم والمشاركة ديالكم وأنكم كتأمنوا يعني في العمل وفي المعقول والعمل الميداني ديال الحزب ديالنا، حنا كنعرفوا بأن هذا ثقيل على كتافي، أنكم كلكم عندكم جيتوا هنا لأنكم عندكم أمل، أمل أنه كتشوفوا ما كتشوفوش حزب فقط لأنه عنده واحد اسم وعنده الحمامة وعنده الزرق، كتشوفوا واحد يعني واحد لونسومبل، وهذا لونسومبل يعني فيه لي فالور اللي هما ديالنا، فيه رجالات ديال الحزب، فيه واش هاد الناس نرجع نشوف التاريخ ديالهم ونشوف كيفاش تعاملوا مع الناس، واش كاين شي معقول ولا ما كاينش، واش كيعطيو الوعود وما كيديروهمش ولا ما كيعطيوش. انا عرفتكم بانكم كلكم كان عندكم هاد النقاش قبل ما تجيو تشوفونا، ما يمكنش رفقتوا في الصباح كلكم وقلتوا غنمشيو عند احرار، ما يمكنش الاحرار جيتوا عندهم لانه كاين واحد الاعتقاد بانه كاين المعقول وكاين العمل وبانه غادي ناخذوا بيد المشاكل ديالكم باش نساووا الامن، وحنا راه محتاجين لكم كذلك. الا بغيتوا 2021 تكون تغير في هذه الامور، الا بغيتوا في 2021 الامور تغير والبلاد ديالنا تبقى في السكه الصحيحه ونزيدوا في التنميه بسرعه، وبغيتوا المشاكل الاجتماعيه ديالكم تشاف بواحد المنطق اللي هو يعني ايجابي ميداني عملي والخدمه والمعقول، خاصكم تعاونوا هذا الحزب وتكونوا في جنبه. انتم الان رجالات ونساء هذا الحزب، هذه داركم، هذه انتم اللي غادي تحكموا في هذا الحزب، انتم اللي غادي تعطوا الافكار ديالو. انا ما عليا الا في اطار الديمقراطيه هي ناخذ الافكار ديالكم وناخذ سميتو العبره من التجربه ديالكم باش ان شاء الله نزيد بها للامام ونوصلها لمركز القرار. اذا شكرا لكم، ولكن بغيت نقول لكم بانه اليوم دابا حنا غادي نخليوكم لان غادي تنتخبوا وغادي تديروا انتخابات وغادي تغداو يمكن غادي ترجعوا باش يكون عندكم النقاش ما بينكم، ولكن حنا كنستمعوا فين ما كنا بانه كنوعدكم غير الحزب ديالكم سميتو الهيئه ديالكم الحزب ديالنا الهيئه ديالكم تستقل، انا مستعد باش نستقبلها مع اعضاء المكتب السياسي مع البرلمانيين
مع الناس ديال سميتو ونبداو نشتغلوا ونشتغلوا بجديه. الاهم عنصر اللي غادي يكون بيناتنا هو عنصر الثقه. كنشكركم اللي جيتوا هنا. السيد الرئيس وبالعمل والمعقول اللي بغيناه يكون يكون اللي بغيناه يكون يكون